حد ارتكاليا الفاسكولايز صفحه كام؟ مين يقول معايا؟ 47 معايا. طيب بص هقول لك حاجه، احنا اتعلمنا حاجه بسيطه قوي النهارده صح؟ لو قال لك مثلا ساتروت فاسكولايز اي حاجه تقول له ايه في الاول؟ عايز اعرف، عايز اعرف في حاجه واحده بس، ها موقعها فين صح؟ عايز اعرف هي سمول ولا ايه صح كده؟ ومرجع لمين؟ وما رجعش، ما رجعش، ما مكتوبه قدام، هتطلع ايه؟ سمول، ها؟ ونيتروفيل وتبع الشاب الهيل سنجل اورجن كله. بس انا فاضل لي بس كلمه واحده، ايه الكلمه الواحده؟ عارف ليها سبب معين ولا لا؟ اصل هو لما قال لي سنجل اورجن رجعني وقال لي ان ما حاش حاجه، حد فاهم اللي انا بقوله ده؟ الناس بقى تبص لي، عشان ده موضوع مهم، واكتب عليه، اكتب عليه، اكتب عليه كده 60 في 70، اكتب عليه ده المقاس بتاعك 60 في 70 فورمايكا ابيض والوش زاد، اكتب اكتب انا بمليك المقاسات اهو، اكتب يا ريس، وان شاء الله في خلال شهر كده، شهر خمس ربيع سلمونا ماشي، عشان بس الراجل هينقل وبتاع. يلا بقى ده بساعده يعني. بص بص اكتب عليه، ده مهم جدا في النظري ومهم جدا في الكلينيكال ومهم جدا قوي في الحياه العمليه. يعني باختصار عليه سيمسون، باختصار كده حط عليه سيمسون. على فكره العنوان صادم شويه، يعني ايه صادم شويه؟ ارتكاليا كلنا عارفين الارتكاليا دي صح؟ كنت زعلان مفيش حاجه حادقه الكلمتين دول صح؟ وقد هيستامين وايه وفاسكولايتس اللي هو الموضوع بتاعك. طب معلش هنقلب الصفحه ونبص على الصوره. الصوره دي بذمتك بصورة ويل، ويل ارتكاليا عادية. أهو أي حد في الدنيا هيشوف الصورة دي يقول لك دي حالة ويل ارتكاليا، خاصة لما بقعد على الواتساب طبعا صح؟ يقول لك ده خد أنتي هيستامين وبلاش زعل وبلاش حوادث وموالح وحاجات زي كده. بس مين عارف خصائص الارتكاليا؟ الشعب كله عارفها، لما تدوس عليها لانش كومبليت. عارف ليه؟ إنها مجرد غاز ودايلاتيشن بس، ما فيهاش دامج ولا حاجة. طيب استنى استنى، وتتنقل من حته لحته 24 ساعه، ويقول لك الليجن اخره معانا اخره نظريا 24 ساعه، هو ما بيقعدش كده. يا ابني يا ابني بالراحه عليا، هو صحي خلاص انا بروح. رقم ثلاثه الارتكاليا لما بتخف ما تسيبش مكانها علامه خالص. ليه؟ علشان بس مش اي حاجه تقفل، لو كان فتح البلاد فيزن قفل. وبعدين يقول لك ايه؟ بترش ولا لا؟ طبعا 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 اه طبعا طبعا، ده بيعرفك كده كده. انا هرش اكلان يا دكتور. بص بقى، في عيانين بيجوا بالصوره دي وانت ولا بتسالهم ولا بتفحص. ليه بقى؟ بص بص، هتيجي تسال العيان ده شويه اسئله، انت متوقع الاجابه بتاعت الارتكال مثلا، تقول انت بترش فيها؟ طبعا. يقول لك لا يا دكتور مش بهرش فيها، دي بتوجعني او اسيمتوماتيك، يعني هي يقول لك ايه؟ بينفول رازر زان انها ايه؟ فلوريد. يعني اللي هنتفق عليه انها مش بتهرش. طب ما كده دي ممكن تكون مش ارتكاليا صح؟ طب استنى قعد بقى لها يومين ثلاثه، قول له طبعا دي مش بتقعد الا ساعتين ثلاثه وبتروح. قول له لا يا دكتور دي قعدت لها ثلاث اربع ايام عندي، بتبرزست اكتر من ايه؟ 24 ساعه. قول له طب وبعدين بقى؟ شكلها مش تطلع ارتكاليا دي صح؟ وبعدين طب وريني كده لما بتخف بتسيب اثر. قول له دي في حاجات قديمه اهو سايبه مكانها ايه؟ هايبر بيجمنتيشن. قول له طب استنى كده تعالى اما ادوس عليها بقى عشان تبلانش كومبليتلي. تلاقيها داز نوت بلانش ايه؟ وبالمره ممكن تلاقي معاها بتيكي وبرجر. شكلها شكل ارتكاليا من بعيد، لكن بالهيستوري وبالاكزامينيشن مش هتطلع ارتكاليا خالص. سؤال، ليه مش بتبلانش بالكامل وليه عامله بربره؟ قول له طالما ده حصل يبقى البلاد بريزر حصل فيه دامج. ما هو الدامج هو اللي عمل بربره. قدام الشيء اللي خلاها خفت مش صح كده؟ ببيجمنتيشن زي ما انت قلت يا دينا صح؟ او داليا او دي او دي دي او اي حاجه صح ولا مش صح؟ عشان كده يقول لك ايه بقى؟ دي حاله بين الارتكاليا والفاسكولات. الارتكاليا العاديه جاست فازو، وانا علمتك النهارده كل الانفلاميشن كده، لكن حصل ان ارتكاليا سيفير لدرجه ان حصل دامج في البلاد فيزل. قول له تعالى لي بقى طالما حصل دامج في البلاد فيزل تبقى لها ايه؟ فاسكولايت. وجاي شبه الارتكاليا قوم يبقى اسمك ايه؟ ارتكاليا الفاسكولايت. حد فاهم حاجه؟ ده الدرس بتاع النهارده. اللي خد معايا ارتكاليا قبل كده دي احد الانواع السته بتاعت الارتكاليا. الارتكاليا ست انواع.
واللي ما يعرفش الحاجات بتاعه الهرش والتوتر دي والحساسيه، قول لهم ست انواع، نوع منهم اسمه ارتكاريا ليه؟ بص اشهر سؤال في التاريخ اللي هو فوق الصوره على طول، بيقول لك ازاي تشخص ان الحاله ارتكاريا فاسكولايتس مش السؤال الثاني. بص يا جماعه هم خمس كلمات مكتوبين عندك بالبول ومحطوطين في مربع وتعلم عليهم وتلونهم وتحط عليهم سمس وتعمل كل حاجه. ايه هم الخمسه اللي في المربع؟ يقول لك دي بينفول مش وهتريزست اكتر من ولما تدوس عليها داز نوت بلانش كومبليت ولما تخف هتسيب وممكن الاقي معاها بديل. عشان كده يا جماعه بص لي كده، لا حد بيشخص في صور ولا حد بيشخص لايف بيدي. اسال وابحث واعمل الحاجه اللي انت متوقعها لغايه انت باين انها هويله اهو. قول له لا الناس اللي قدام اللي لسه واقفين معايا البولس في حاجه اسمها ارتكاليا؟ حاجه اسمها ارتكاليا يعني مش كل ميل يبقى ارتكاريا، ده ممكن يبقى بولس بالفجوي اللي خدناه المره اللي فاتت، وممكن يبقى ارتكاريا بس خدتها دلوقتي، وممكن يبقى حزن الحزن جاي بعد كده. عشان كده كل ما تبقى متعلم اكتر بتهدى كده وتصبر. لو انت مش عارف الكلمتين دول دي ارتكاريا عاديه جدا، خد لها سايكروزير سايكروفير بازيلفير وخلاص ثلاث ايام وتبقى زي الفل. طب يا دكتور شوف تكون فاسكولايتس ولا حاجه؟ فاسكولايتس ايه الكلام ده؟ انا ما اعرفش الشابتر ده، انا مش بذاكر. دي جمله يجي لك كده كده يعني. طب بس تكون بولت من الكويت ولا حاجه؟ لا انت بس ما تتوترش ما تكونش حاجه حاجه، يا دكتور انا مش متوتر ما تكونش حاجه حاجه. انت بس ده ما تتوترش مش حاجه. خلاص؟ يقعد يلف كده لحد ما يروح لحد يكون متعلم. يقول لك ده تغير فاسكولايتس وبعدين نعمل بايوبسي وندور على الاسباب والحزن ده كله. فهمت ولا ما فهمتوش؟ ده سؤال كومن جدا، قارن بين دي ودي. جيت في الامتحانات تقول له ارتكاريا وتقعد بقى تسرح بيه، تقول لك ايوه ايوه تمام ايوه تمام والاستريس يا دكتور والاي جي ايه ايوه ايوه. طب روح حبيبي شاطر يعني يا دكتور انا كويس، عارف انت السؤال ده يعني تمام تمام جدا روح على سفر على طول. طب هو اللي مش مفهوم لا هي فاسكولايتس خلاص، بس هي شبهها بس الكلمه دي. فين المدخل بتاع الموضوع ده؟ يلا بقى بسرعه هقول بسرعه مع فاسكولايتس. يلا الديفينيشن او قبل الديفينيشن موقعها فين؟ عملت لك انا الكارت قدامك اهو. قول له سمول سنجل اورجن كتر خير. المرض ده اكتر في الفيميل في الميدل ايج زي الارتكال سننا احنا حاجه وفاء احنا يلا يلا حسن الختام يا حاجه وفاء. بص انا بقول عليا في الابهار كده عشان ما انساش. بس انا في حد يقول كده على نفسه برضه حاجه وفاء بس خلاص معلش يا حاجه وفاء هنستهدف كده جرياتك ده مش جرياتك سيبك جرياتك يا جماعه ناول بقى المفاصل والارثرايتس. المهم في الفيميل في السن الصغير عارف بقى عشان ما تنساهاش ده بتاع الارتكاليا ده سن الارتكاليا على فكره الارتكاليا الاورديناري مور كومن في الفيميل طبعا ومور كومن في السن الصغير فهي زيها كده. طب انا بس هي فاسكولايتس صح؟ اسبابها ايه؟ يطلع بالشعار بقى ها اربع حاجات الشعار اللي وراه اللي انت بتحبه سبيسيفيك كوز جمله خبريه لا تعطي اي اهو ده السؤال بقى. على فكره في واجب هتعملوه في البيت في اخر الكتاب اكتب كل فاسكولايتس اهم سبب وفاتها ايه تبقى برشامه حلوه كده شريط برشام كبير كده قول له احنا خدنا ايه مثلا هنا مش اللاين ستريبت اكيوت هيموراجيك فاكسين وانفكشن دي بقى خلينا اعلمك حاجه لله ذا تو موست كومن كوزز انفكشن من وسط الانفكشن ناخد فايرال من وسط الفايرال ناخد سي. دي كلمه مليون جنيه عارف ليه؟ لان السي عندنا كتير ولان دي سؤال في اخر السنه اسباب يبقى تايب السي يبان على الجلد ازاي؟ قول له يبان بلايكن وجنب ارتكاريا الفاسكولار يبقى اول واحده مكتوبه عندك بالبولد هيباتايتس مين شافها؟ اوعى تنساها. طب ايه تاني؟ قال لك كان في بعد الانفكشن انفلاميشن ومين فاكر الانفلاميشن كان ايه وايه ها؟ كان انفلاماتوري باول وكونكتيف
وكان مين في الكونكتيف؟ اه دي بتحب اللوبس زي عينيها، دي من ضمن المانيفستيشن اوف لوبس. عشان كده انا عايز اريحها خالص، لما تيجي حاله ارتكاريير باسكولايتس امشي في السكه من دي يا دي يا جماعه، الناس متبرمجه وعارفه متوقع منك تبقى زي في الحاله دي، خلاص هي عامله زي الويل بس عشان 1 2 3 4 انا قلت عليها ايه؟ يقول لك ليه يا ابني قلت كده مش ارتكاريا اوردينري؟ يقول له عشان تضبط بلانش صح. طب تعمل لها ايه؟ قول له بص هيباتايتس ماركر دبل ستراند انتي نيوكلير انتي بايز، بس انا كاتب لك على جنب وانت تكتب معايا على جنب في مربع صغير كده ال اي سيستميك هيباتايتس سي. على فكره ممكن تكون حاجه ثانيه بس دول مين؟ ها حد باين ولا محدش فاهم يا جماعه؟ الباسكولايتس كلها هو عالم موحد، بس انت بيبقى ليك تكه هنا وتكه هنا وتكه عشان تريح دماغك، فهمتوا؟ بس كده ممكن تبقى حاجه اسمها فيزيكال ارتكاليا اللي نتكلم عنها بعدين. انت بشوف انا كتبها لك بالبولد صح؟ ومعلم لك عليه وعاملها في مربع، اعمل ايه تاني؟ هجيب حد مجسم بعد كده. يعني ايه مجسم؟ يتكلم كده قدامك تدوس عليه يتكلم. على فكره الكتاب الجديد بتاع التيومر اسمه ايه ده؟ عملنا فيه حاجه جديده، في كيو ار كود. لو انت عندك برنامج الموبايل ده تعمل سكان للكود كده يطلع لك البيبر ده في الكتاب الجديد. يعني ايه يا دكتور؟ كود زي بار كود. لا مش اينشتاين، ايه بس عارفين الكيو ار كود ده؟ يعني انت مثلا رايح تشتري برطمان مربى في رمز جديد ابلكيشن بتاع الموبايل اللي انا كنت عاملها كده. ايوه على الدكتور قلت لسه ما كنتش بتروح. عشان عارف اه عارف اه دي ليها ابلكيشن على الموبايل اسمها كيو ار ريدر. حتى انا في النص كده عملت ايه بيبر مثلا حطيت جنبها الكود بتاعها، بدل ما انت تقعد تدور عليها وتفتحها تعمل سكان كده بالموبايل تلاقيها نزلت لك قدامك. الله ينور عليك. عشان تقراها حضرتك يعني دي فكرة الدكتور ابو شير. الدكتور ابو شير كانت قالت لنا نعمل كده يبقى اسرع. انا ورايا العيال والغسيل والشقه ولسه قاعد اكتب. فده انت في برنامج كده اسمه كيو ار ريدر تنزله على الموبايل، تلاقيه على الموبايل كده ده تروح عامل او على الموبايلات على طول بتقول لك تروح انت عامل بس ايه سكان عليه كده زي البيبر اتفتح. انت فاهم يعني العالم بقى سهل اهو، بس اللي ازاي كده العالم بقى سهل جدا. اي بيبر بقى ولا حاجه جديده ولا بتاع قلت لك عنوانها عادي خالص وجنبها الكود ده، تروح انت عارف كده تاخد صوره بس وتعمل زيها. انت عارف انت بتوع الموبايل يقول لك بس ابعت لي صوره الحاجه اللي انت عايزها وانا افصل لك زيها زي المعلم كده، تعمل لها سكان كده تنزل قدامك على الموبايل. الخطوه الجايه تعمل سكان اطلع لك ده يبقى هيبقى مصباح صغير كده تدعكه اطلع لك خلاص. يلا بقى في موضوع، خلينا في موضوعنا بقى اخبار الباثوجينيسيس ايه؟ مين يقول كلمه ولا تفضل؟ وساعتها تقول بقى لوبس او كذا او كذا. الناس معايا ولا مش معايا؟ طب هيا بينا نقلب الصفحه. سيبك من الكلاسيفيكيشن دلوقتي هرجع لها تاني. ايه اخبار الكلينيكال بيكشر؟ ها المكان يحب يجي فين؟ في حته بس الاوردن بقى اكتر. طب ايه الكرايتيريا هنا؟ هنا بقى شويه فهم صغيرين. ما تحفظش صم بيبيتيك وكده بقول ركز ده اسمها فهي هتبان ويل بس الويل بس خد بالك من كلمه بس دي خمس حاجات مكتوبين عندك هون بالبولد وفي مربع وكل حاجه صح؟ سؤال للشطار هل معاه سيستميك مانيفستيشن ولا لا؟ اوعى بس هرجع لها اسبوع شويه قول له لا ما فيهاش عشان الشاب الجيل قال لنا ايه؟ انا مبسوط منك. طب استنى 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 ايه اخبار الهيستوباثولوجي؟ امشي معايا بسرعه معلش انا همشي بسرعه شويه. ها؟ ايه اخبار الهيستوباثولوجي؟ قول له في الابر ونيتروفيل وكاريوريكسز والكلمتين دول ودامج وبتاع. اذر انفستيجيشن اه ولا لا؟ مفيش سيستميك افكشن. طب انا مبسوط منك عايز قالت لك مش هعمل عشان مفيش سيستميك افكشن. قول له عشان السبب مش احنا لما خدنا القواعد النهارده يا عزرا قلنا بعمل انفستيجيشن لغرضين اذا ربما ادور على سبب او ادور على سيستميك افكشن. هتعمل ايه هنا بذمتك لو حد شاطر؟ اعمل قول له اعمل لي فايرال هيباتيتس مارك صح ولا مش صح؟ اعمل لي بي وسي وكل حاجه عشان انا متوقع دي واحده منهم واعمل لي دبل ستراند وانترو صح ولا مش صح؟ هو السي واللوبس ده اسوشيشن ولا كوز؟ ايه؟ لا ده كوز كوز يعني هي اللي بتاعت اه
احسبه اسوشيشن. لا هو والله كوز يا حاجه وقتها انا كنت احسبه زي كده لحد ما جه وقعد وشفناه. معلش خلاص. على فكره انا من الناحيه النظريه ممكن اعمل يورين وكل حاجه، ممكن اخد اي حاجه صح، بس انا معترض لك بالبولت لو حد واخد باله ومعلم على حاجات معينه اللي هي الحد الادنى من الانفستيجيشن. انت مخك رايح في حاجه من اثنين، ها يا لوبس يا هيبيتايتس، 90% هيطلعوا كده وممكن لاجل حظك تطلع حاجه تانية، بس انا ابدا بدول في الاول وهو مستني منك كده. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب استنى استنى استنى، هطلب منك طلب، نعمل سيرم كومبلمنت ولا لا؟ اه اللوبس معروف يا جماعه انه بيعمل ايه اللوبس؟ هايبو كومبلمنتيميا، خدته زمان في البطنه ليه؟ وده مقياس للاكتيفيتي مش الدار كونسامبشن. الله يرضى عليك. لا ده ايه الاجنبي اللي طلع مره واحده الجيش اكتيفيتي وكونسامبشن؟ ده اخد دقيقتين زي ليفربول كده، يجي في الاخر يجيب لك 4-0 مثلا، هو طول الماتش عمال يتفتح كده. ماشي انا مبسوط منك، شوف في الاخر اخر 5 دقائق كميه كلام انجليزي اقعد عليه لحد الاسبوع الجاي. انت خدت زمان ان اللوبس ده ماله اللوبس؟ ها اللوبس ده فيه كميه انتي بادي رهيبه وبيروح يبوظ الكلى وكل حاجه. اي انتي بادي بيستهلك فتلاقي عند الكومبلمنت واقع سي 3 وسي 4 مشهورين قوي. عشان كده عيان اللوبس في البطنه يقول له اعمل لي 3 و4، لو كانوا قليلين قوي 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 يعني في المرحله السبيل تدي له علاج يتحسن تلاقي الكومبلمنت يتحسن. فده ماركر زي ما انت قلت، ماركر ليه الاكتيفيتي. فممكن اعملهم مش عشان الفاسكولايتس في حد ذاتها، لو كان لوبس عشان اتابع اللوبس وكده. اوكي خليها برده على جنب دي وهقول لك ليه. طب ايه اخبار الديفرنشال دايجنوز؟ هي فاسكولايتس ولا لا؟ هنا بقى كلمه السر، هي فاسكولايتس ولا ارتكاريال؟ وارجع تاني لنفس العنوان مكتوب عندك بالبول، ارتكاريال ها زي ايه الارتكاريال ديرماتوزس اللي خدتها؟ ارتكاريال ارتكاريال فاسكولايتس. امسك على فكره امسك كوبايه ممكن تعمل ارتكاريال ليه؟ وهكذا وكلام كتير صح؟ اقعد جمع في مخك لحد ما ربنا ييسر. طب استنى ايه اخبار البروجنوزس؟ بص بقى قبل ما اقول البروجنوزس، طب معلش هطلب منك طلب، تعمل ايه في العلاج؟ تعالي كده اشوف قول لي رقم واحد. ايه؟ هو اس ال ايه؟ على فكره ممكن يكون ده البريزنتنج بتاعه ومش عارف نفسه. ما هو لو عارف نفسه يبقى عنده مشكلته اكبر من الويد اللي طالعه له. قد حاله ممكن تكتشفيها كده، هو ده البريزنتنج بتاعه. على فكره عين اللوبس بيقعدوا بقى فتره كبيره بعدين يجي لك بحاجه بقى انت ونصيبك. يجي لك براش، يجي لك بقى ارثرايتس، يجي لك بكدني بايظه مره واحده. في البطنه كده بلاوي. هو فاهمين؟ فانا قد ممكن يكون البريزنتيشن كده. دورك انت تعرفيه. بص في مشكله كبيره عايز اقولها. مبدئيا انت متوقع ان المرض ده ماله ها؟ سنجل اورجان ومش عامل حاجه وكفايه عليه شويه توبيكال او شورت كورس مع علاج السبب وخلاص. قول له معلش هضطر ارجع بقى لعنوان قبل كده اسمه كلاسيفيكيشن انا كنت سايبه. اه دي مشكله بقى. مشكله هنا الله يرضى عليك. انا كده خلصت خلاص الارتكاريا والفاسكولايتس واتفهمت. وايه تاكدها؟ ان مش كل ويل في 5 حاجات، لو لقيتهم في العيان ما تقاوحش معايا. قلت له عمال اخد انتي هيستامين ومش بيخف. على فكره اي ارتكاريا لما تاخد انتي هيستامين المفروض تخف حتى لو تمبرري. حتى لو تمبرري. لكن انت مش عايز تخف خالص وبرزيستنت مش هتقاوح معاه، فكر في حاجه ثانيه. صح؟ ممكن تكون ارتكاريا الفاسكولايتس. دور على السبب، خد بايوبسي، امشي الخطوات اللي هي اللوجيك يعني. بص بص هم لو حاجه غريبه جدا، عيانين الارتكاريا الفاسكولايتس بغض النظر عن الايتيولوجي قالوا احنا هنقيس لهم الكومبلمنت. هنقيس لهم ايه؟ هو بص رجلك ما تلخبطش مع ال اي، هو مش ال اي، هو هيباتيتس سي، ايه رايك؟ يعني مش ال اي يعني. في ناس اسولها الكومبلمنت لو قليل مع انه مش لوبس. طب ده معناه ايه؟ الله يرجع عليك. بص بص ركز معايا، الفاسكولايتس لو سيفير ممكن برضه يا محمد تعمل كونسامبشن. ايه رايك في كلمه كونسامبشن دي؟ ده عشان حضرتك اه ايه رايك؟ ليه؟ ما هو الفاسكولايتس تايب 3 اميون كومبلكس، يعني الانتيجين هيمسك فيه انتي بادي هيجيب كومبلمنت برضه يا بطاطس بغض النظر عن نوعه. فانا متوقع لو الفاسكولايتس عنيفه قوي
تعمل هاي تستهلك برضو الكومبلمنت وتعمل هاي بوهين. بس خد بالك ده ملوش علاقة بالسبب، هي كفاسكولايتس حد ده افرط هي ديوباسك يعني ناس من انا بقوله. عشان كده قالوا معلش للأسف في نوعين من مين ها من الارتكاليا الفاسكولايتس مكتوبين عندك في الجدول. انا خلط دي ومشيك عشان في ناس التالت تتنيح منها، تتنيح دي يعني خلاص. بص بقى ركز معايا، هايبو كومبلمنتيميك تايب ونورمو كومبلمنتيميك تايب. قول له ايه الكلام البوزي بقى ده؟ قول له كلام سهل جدا. مين يترجم يعني ايه هايبو كومبلمنتيميك تايب؟ يعني في هايبو كومبلمنتيميا. قول له يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكومبلمنت قليل في الدم وده معناه ان الحاله سيفير. طب ولو كان نورمو كومبلمنتيميك ارتكاريال فاسكولايتس يعني الحاله بسيطه. مين اللي مور كومن في الدنيا، البسيط ولا السيفير؟ عشان كده يقول لك بص النورمو شايفينها مور كومن 70-80%، السيرم كومبلمنت ماله اقرا تحتها كده نورمال، وده مرض بناين وسكين ليميتد اونلي ومالوش علاقه باللوبس وحاجه زي الفل. طب الهايبو هدي الكارثه بقى، ليس كومن ومور سيفير وممكن يبقى معاه سيستم وممكن يكون مرتبط باللوبس. ليه؟ لان اللوبس بيعمل كده برضه. عشان كده خليك ذكي بقى، عارف شاب الهله ورجعت لها مكتوبه في الاثنين، هتلاقيها مكتوبه في الاثنين بس اللي مكتوب في السنجل اورجان مين؟ النورمو كومبلمنتيميك تايب. حد تاني حاجه؟ هو انا ممكن اعمل ايه عشان في يوم الارتكاليا العاديه؟ ماشي ممكن، بس احنا مش كل الارتكاليا الاي جي بيبقى عالي فيها على فكره، مش كله. صحيح. وبعدين خد بالك من حاجه، ما انت عندك كرايتيريا كلينيكال في الاول. كنت عايز اقول ايه بس قبل الدخله دي؟ الارتكاليا الفاسكولايتس طلعت مش نوع، ده نوعين معلش. في نوع اسمه نورم ونوع اسمه ايه؟ الغالب يا ابو حيدر انه يكون نورم. صح؟ يعني معظم الناس بتطلب فراخ، شاورما فراخ، صح كده؟ ده الغالب عندك. ولا ايه؟ نسبة ضئيلة تطلب شاورما اللحمة، صح كده؟ اوكي. وفي الغالب يقول لك عيش بلدي ولا يعني هنشوف كده يعني. العيش السوري ولا العيش البتنجاني هنشوف. يبقى اللي مكتوب في الشاب الهيل تبع السنجل اورجان ده مين؟ ده النورمو كومبلمنتيمي. عشان كده خليك زي كل الكلام بتاع السنجل اورجان لو الحاله نورمو، في استثناء بسيط على جنب كده 20% فقط او 30% فقط عباره عن ايه؟ وده ساعتها نطلعه من السنجل اورجان نحطه مع اللي معاه سيستم. حسام حاجه؟ يا فندم معلش دي صوره مبسطه ما فيهاش حاجه. موجود هنا وهنا، ما اللي هنا ده يبقى ده النورمال. على فكره طبعا عشان عزره ده الشاب الهيل دي انا مبسطها، يعني لو حد دخل على جوجل كده وكاتب شاب الهيل هتلاقيه اكبر من كده واكثر تعقيدا من كده. انا بس مبسطها. انت بتلم ليه يا حاج؟ بتلم ليه يا ابني؟ طب استناني بقى. عارف لو حد شاطر في مربع جميل جدا اسمه هاو تو ايفالويت ا كيس اوف ارتكاليال فاسكولايتس. على فكره الحالات دي كتيره في المجتمع بتبقى ميست. عارف ليه ميست؟ بيتعمل عنها ايه؟ لحد ما تيجي لحد متعلم ده. طيب فكر، هو بيسالك كده الحالات دي هيجيبها لك في الامتحان، خد بالك مشهوره جدا. طب دلوقتي تعمل ايه مع الحاله دي؟ قول له والله هبدا كالعادي لو هيستوري اساله على ايه صراحه؟ عندك سي، عندك حاجه في الليفر، انت لوبس، ممكن يقول اه ممكن يقول لا لو عارف نفسه. بعدين انا ابحث فركب على ايه بالفحص؟ بلانش ولا لا؟ تمام الديوريشن فيها بيجمنتيشن يا جماعه الارتكاليا العاديه هنا ولا لا؟ في شويه بيرفو كده مش باينين ولا لا؟ لو شفت واحده من دول كل واحده من سهله عامل لك ايه اول حاجه؟ كويس يا جماعه يا ريت قبل الماركر، مش احنا قلنا النهارده يا جماعه القواعد تترجم لافعال. اول حاجه قبل ما اتكلم بقول له طب معلش هنعمل بايوبسي يعني نتاكد ان انا مش انا قلت كده؟ مش انت قلت لك فاسكولايتس. قول له طب خلاص تعالى نعمل سي وبي ودبل ستراند وكده وكده، صح؟ ونعمل كومبلمنت على فكره، لان الكومبلمنت ممكن في الاول يوجهك بقى.
ما هو لو الكومبلمنت قليل يبقى الدنيا بايظه من الناحيتين. ما كانش لو بس هيبقى الهايبو كومبلمنتيك تايم صح. وفي الغالب بتلاقي اوفرلاب بين الهايبو واللو بس ما هي حاجه واحده. اما لو كان نورمو ابدا ارتاح نفسيا كده واتوقع ان مفيش حاجه. حد فاهم؟ عشان كده العلاج انا ما قلتوش ليه اجلته، لان العلاج هيعتمد على على التقسيمه دي. انت نورمو ولا هايبو؟ اصل انا في كلتا الاحوال لو في سبب هعالجه، ولو انت نورمو روح توبيكال مفيش وخلاص. اما انت لو هايبر لا لا هنقعد ندور. عشان كده لو حد سالك سؤال صريح ومباشر، الارتكاريا الفاسكولايتس مع سيستميك ولا لا، تقول لي ايه؟ كلمه على حسب دي. على حسب ايه؟ كله ما اعرفش بصراحه، بس هو دايما بيقولوا كده، دايما بيقولوا على حسب كده. انت ايه رايك؟ على حسب، على حسب نورم والله. طب لو سالك في الغالب، يعني في الغالب يا دكتور محمد ايه في الغالب؟ قول له في الغالب مفيش، لان 80% نورم، لكن في احتمال يا دكتور يكون. فانا هساله واعمل شيك وامشي واحده واحده. مين يطلع بقى بالبرشامه بتاعتها، بالتابلت بتاعتها؟ ايه التابلت بتاعتها مكتوبه عندك اهو؟ سمول. ها؟ نوعين قبل ما تتكلم، قول له نوع نورم ونوع ايه؟ هايبر. هتيجي في الجميل السن الصغير صح؟ تيجي بعد حاجتين مشهورين قوي، ها؟ لوبس لوبس وهيباتايتس، بس ممكن تبقى حاجه ثانيه. وبالغالب تتميز بالاتي انها بين فودرازر زان، ها؟ وداز نوت بلاش، وهتسيب ومعاها بيربرا بتقعد اكثر من 24 ساعه. الخمس كلمات دول يقول لك مقارنه، قارن بين ارتكاريا وارتكاريا الفاسكولايت. ما تلتش وتعجل، هي نص صفحه. بروريتك بينكل اقل من 24 اكثر من 24، بلانش داز نوت، بيجمنتيشن نو، بيربرا نو. بس دكتور النورمو ده الايتيولوجي بتاعه ايديوباثيك اللي هو مين؟ النورمو. بصي هما الاثنين ممكن يكونوا ايديوباثيك وممكن يكونوا مع اللوبس او مع اي حاجه ثانيه. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ دي تقسيمه مش حسب الايتيولوجي، تقسيمه حسب السيفيريتي. طب دكتور حتى الكومبلمنت ده هو سي 3 ولا سي 4؟ هو سي 3 و سي 4 ليه؟ ان شاء الله لما تكبري كده دول الموست كومن في البلاد، والسي 3 بالذات يعني. فدول مشهورين جدا دايما بنعملهم في البطن حاجه. حد فاهم حاجه؟ بص بقى في تنبيه عايز اقوله. المره الجايه لو اتاخرت خمس دقائق هتلاقي فاسكولايت سكيلز، 10 دقايق 2، تيجي بعد نص ساعه تلاقي الفاسكولايت سكيلز. ليه؟ ما انا همشي بسرعه، ده ما انا عملت كده. ليه بسرعه؟ انت فاهم؟ صح ولا مش صح؟ احنا قعدنا مثلا 7 ساعات نقول في البيتك، ونص ساعه خلصنا فيها 4 انواع ولا 3 ولا ما اعرفش. ماشي ولا مش ماشي؟ فما حدش يتاخر المره الجايه لو في عمر ان شاء الله. يلا روح روحوا.